السلام عليكم. اليوم جيت باش ندوي على واحد الموضوع اللي هو كيفاش نقدروا نكونوا فوندور ولا بائعين في منصة ديال جوميا. اذا وقيل بحالي وبحالكم اول مرة نشوفوا اشهار ديال جوميا، كيسحب لنا واش لا سوسيتي هي اللي كتحط البرودوي وكتبيعو علينا، ورا العكس هي منصة فقط اللي كتخلي لي فوندور يكريو بوتيكا فيها، وحنا كدي فوندور كنحاولوا نبيعو داك البرودكت ديالنا كيما كنحطو في ماركت بليس او لا فيسبوك ادز. الوغ اي واحد كان ديجا انتريسي بالاي كوميرس وكيبيع البرودكت شي برودكت كيما كان يقدروا يحطوا في منصه جوميا، وهادشي باغ دي زيتاب. هاد لي زيتاب هادو غنلقاوهم بزاف في الفيديوهات. الوغ شنو خلاني ندير هاد الفيديو اليوم هو انا كتجربتي الشخصيه من تبعت دوك الفيديوهات، عمرت الفورميلا واتصلوا بيا طلبوا مني بزاف ديال الوثائق. هادوك الوثائق كيعكزوك، هذاك هو اول اوبستاكل كيخليوك انك صافي تناسى على داك السوجي. حيت علاش كيطلبوا منك مثلا واحد الكونطرا فيها 50 ورقه تيغاليزيها والكونط غيب وبزاف ديال الاوراق. هنا صافي سمحت في كل شيء ودرت مناقص انني علاش نعد براسي هادشي كامل باش نبيع برودكت. ومن بعد لقيت دي زاستوس باش ما بلا ما نحتاج نكدو دوك الوراق كاملين، دي زاستوس باش دغيا نكريو الكونط ديالنا وتفيريفيا من عند جوميا. داكشي اش قررت ندير هذا الفيديو هذا، غنوريكم ايطاب باغ ايطاب كيفاش نعمرو الفورميلا وين اساس نعمرو فيه باش ندفعو الضمون ديالنا، ومن بعد ما يتصلوا بينا سيرفيس جوميا كيفاش اننا نخليو سيرفيس جوميا ياكسبتو البوتيكا ديالنا بلا دوك الوراق كاملين بطريقه مختصره. الو اول حاجه ندوزو نشوفو الفورميلا. اذا اول حاجه خصنا نديرو باش نكريو البوتيكا ديالنا هو ندخلو للسيت ديال sellercenter.jumia.ma اللي هو واحد السيت خاص بلي فوندور، ماشي السيت العادي اللي كندخلو نشريو فيه اللي هو jumia.ma، هذا سيت بوحدو سيلر سنتر. اول حاجه غنكريو كونت ديالنا، نتكيو هنا ريجستر تو سيل حيت مازال ما كريناش اكونت. فوالا فوندر سور جوميا. هنا عندنا 3 زيتاب، هاد لي 3 زيتاب خصنا نعمرو هاد الفورميلات هادو اللي هنايا. هاد الفورميلات عندهم فيهم دي زانفورماسيون ديالنا حنايا، هادشي اي واحد يقدر يعمرو، ولكن كاين شي حويجات لي كيتلف فيهم الواحد وما كيعرفش لي زاستيس لي خصنا نستعملوهم باش يتاكسيطو لي زانفورماسيون ديالو. او داكشي شنو في هاد الفيديو كنحاول نشرحو، ومن بعد غيكونو دي زاستيس اخرين لي يخليونا البوتيكا ديالنا تكون احترافي. اول حاجه خصنا نديرو هو نديرو النوم ديال البوتيك. النوم ديال البوتيك مثلا ديرو ها هو طلعنا بار اكزومبل راهو شوب 3 مثلا. هنايا غيطلبو منا سي كنا واحد لا سوسيتي اولا حنايا واحد بيرسون فيزيك. حنا مثلا غالبا نكونو بيرسون فيزيك ما عندناش سوسيتي، ما عندنا شركه لا والو، ديرو بيرسون فيزيك. هنا الاسم ديالنا وبخينو، هاد لي زانفورماسيون لي خصنا نطابيو خصو يكونو دي زانفورماسيون غيال يعني حقيقيين. حيت علاش؟ حيت فاش غنبيعو البروداكت ديالنا ويكون عندنا الكاش اوت، لا الاسم ديالنا لا العنوان ولا الكارت بونكار خصو يكون داكشي حقيقي باش نجدو الكاش اوت ديالنا صحيح. ديرو انايا باغ اكزومبل غندير محمد تنان، نختار واحد الاسم بارازار. هنايا نديرو رقم الهاتف ديالنا، تنا هو رقم الهاتف درتو. نعاودو نطابيو رقم الهاتف حيت طلبوا منا اديسيونيل. سي عندك واحد رقم هاتف ثاني، الا ما عندكش دير نفس رقم الهاتف. هنايا نديرو لادريس ايميل ديالنا، لادريس ايميل حتى هو خصو يكون حقيقي اللي كنستعملو حنايا اللي عندنا اللي كنستعملو ديما. مثلا هنا نديرو نغطابيو نفس الايميل، ندير كوبي كولي مود باس. هنايا شحال من واحد كيتلف كيدير مود باس ولكن ما كيقبلوش لي. هنايا الا جينا نقراو غنلقاو بلي خصنا نديرو او موان واحد الحرف ماجيسكول، الوغ واحد الحرف خاص يكون كبير في المود باس ديالنا. نديرو اكسبتي كونتيني، ندوزو للفورميلا الثانيه. دونك في الفورميلا الثانيه
واحد الحاجه اللي شحال واحد كيتلف فيها اللي هي الايميل باغان. الايميل باغان كيقصدوا بها مثلا شي واحد اللي عنده ديجا بوتيكا، شي صاحبك عنده ديجا بوتيكا هو اللي نصحك انك تكري في جوميا سيلر الكونت ديالك. الو خصك تكون هذاك الايميل اللي غادي تطبي خص يكون ديجا فيه بوتيكا. الو انا نخلي لكم الايميل ديالي اللي حيت ديجا فيه بوتيك، سينو عرفتو شي دري صاحبكم عنده بوتيك اطلب منو الايميل ديالو. المهم انا نخلي لكم هذا الايميل، هذا تقدروا تطبيوه في ايميل بارون. هنايا غيسولونا افيفو ديجا اون بوتيك سوغ جوميا، حيت هنا الاغلبية غادي يكون ما عندوش بوتيك اول مرة يكريها، يدير نو ديال ما عندوش بوتيك شحال هادي. هنايا قال لك سي وي الا ديجا عندك بوتيكا طابي الاسم ديالها، حنا قلنا ما عندناش بوتيكا غنفوتو هنايا. هنايا نطابيو الادريس ديالنا، وقلنا الادريس ديالنا خص تكون غيال، خص تكون حقيقي الادريس ديالنا العنوان. علاش؟ واحد السبب اللي هو فاش كتجينا مبيعة كيشري شي واحد من البوتيكا ديالنا كيخصنا نعطيوها السونتر درولي. السونتر درولي هو واحد المقر اللي كنحطو فيه السلعة ديالنا باش نصيفطوها للكليون. الو هذاك السونتر درولي كيكون اوتوماتيكمون على حسب العنوان اللي درنا حنايا. الو باش يجينا السونتر درولي قريب لينا خصنا نديرو العنوان ديالنا حقيقي ويكون اكزاكت. مزيان حنا مدينة اكادير، نديرو اكادير اكادير كومبليمون ادريس ديالو السلام كود بوستال فوالا على هاد الشكل هذا باي ماروك. فوالا هنايا عندنا برينوم دو بروبريتي دو لا سوسيتي. الوغ قلنا حنايا ما عندناش سوسيتي، هادو كاملين واحد لافورماسيون اللي الناس اللي عندهم شركه ولا كيديرو ريجيستر. دونك هادشي كامل غنتجاوزوه حيت ما عندناش شركه. ندير كونتيني هاد لي طاب هادي الثالثه هو نعمرو دي زانفورماسيون ديال الكونت بانكير ديالنا. الو خص ضروري يكون عندنا واحد الكونت بانكير سواء بي ام سي بوستا ولا سي اش. نطابيو هنايا لي زانفورماسيون ديالنا. هنايا شنو يكون عندنا؟ تيتولار ديال لو كونت، الاسم ديالنا اللي عندنا في الكونت، نيميرو دو كونت بانكير غنديرو الغيب. الغيب راه كيما كتعرفو نقدرو نطلبوه من البلا بونك ديالنا، عطيونا الغيب. هنا الايبان هذا تخلي خاوي، نون ديال الكونت مثلا نون ديال البنك اللي كتعامل معاه مثلا ديرو السي اش، هذا خلي خاوي. الكود ديال البنك خلي خاوي. غلو في بونكير، علاش الغلو في بونكير ماشي ضروري ديرو دابا؟ حيت من بعد ملي غادي تكري الكونت ديالك غيتصلو بك الناس ديال جوميا، غيطلبو منك بعض الوثائق. من هاد الوثائق غيطلبو منك رولوفي بونكير انك تسكاني. يعني خصك من بعد ما تكري الكونت ديالك غيتصلو بك باش يفيريفيو الكونت ديالك، خصك تمشي لابونك تطلب منهم رولوفي بونكير. تمشي مثلا عندك السي اش، تمشي عندهم وتقول لهم خصني رولوفي بونكير كاشي، غيخرج لك رولوفي بونكير بوندون 5 مينوت. غتسكاني تصورو وتصيفطو في الجيميل ديال هداك السيد اللي من جوميا طلبو منك. الو ريزومي هنايا غنكونو سينا تو لي زيتاب، صافي نديرو ابدا بالبيع. صافي هنايا كنا سينا الفورميلا كامله، خصنا ندخلو الجيميل اللي درنا حنايا. من هنايا ندخلو الجيميل نفيريفيو لي زانفورماسيون ديالنا، يوصلنا واحد الايميل بلي راه درنا واحد الفورميلا عمرناها باش نوليو بائعين في جوميا، خصنا نفيريفيوها باش يتاكدوا واش هذاك الجيميل ديالنا ولا لا. فوالا هنايا فين كيوصلك الايميل كيقول لك بلي راه هنايا خلينا لك واحد الكونترا وخصك تسينيها وتيكاليزيها كامله. فاش دخلت هنايا الكونترا لقيت بلي فيها 50 باج. الو انا كنت عجزت قلت واش انا غنشد كونترا غنديها عند الناس البلديه وغانيكاليزيها 55 ورقه وخصني نسكاني ونصيفطها ليهم، وعجزت صافي في خطره وقلت من بعد صافي من بعد. هو راه الحل ديال هادشي هذا الكونترا دارت على قبل الناس اللي عندهم سوسيتي. الوغ انت شنو خصك دير؟ حاجه سهله،
غتمشي لا بنك ديالك غتطلب منهم غلوفي بونكير، غلوفي بونكير اللي هو كيكون فيه الريب ديالك كاشي من لا بنك. فوالا هاد الورقة هادي اللي ضروري غيعطيو عليك، غتشدو غتسكاني غتصورو تصوير عادي بالتليفون غتصيفطو في الجيميل. هذا هو اللي غادي يخلي الكونت ديالك يولي فيريفي صافي، غادي تاكسبتا وتقدر تحط البروداكت ديالك. هنا غادي تكون ساليتي تو لي زيتاب وغيكون تقبلتي البوتيكة ديالك، تقبلات في جوميا وغتولي ان شاء الله فوندور. الو غادي حاجه اللي ما لقيتهاش في يوتيوب كيشرحوها، هي كيوصلوا معاك لي زيتاب الاخراني ديال الفورميلا اللي هي حاجه سهله اي واحد يقدر يديرها، ومن بعد صافي انت كتعكز، ما كتقدرش باقي تجمع دوك الاوراق كاملين باش تصيفطهم ليهم باش اكسبتوك. دونك هذا طريقه اللي سهله اللي ديجا مجربها انايا، هو انني درت غير الغيب. حيت فاش دويت مع السيده على قبل الكونترا قالت لي قاد غير الغيب ديالك وكاشي وصيفط، حيت حنا غير بيرسون فيزيك ما حتاجوش ديك الكونترا. الكونترا من بعد تي يوليو عندنا لي زاشا بزاف عاد نقدروا نقادوا الكونترا. الوغ هنايا كنا سالينا الفيديو ديالنا، ليطاب الجايه غنوريكم كيفاش تحطوا البروداكت في لابوتيك ديالكم وتبوستيو ان شاء الله باش يجيكم اول ما بيع.